فإننا نطالب بنظام فيدرالي على الصعيد المحلي في العراق، وبانضمامنا إلى اتفاقيات إبراهيم علي على الصعيد العالمي، وكما نصت هذه الاتفاقيات على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الأطراف الموقعة ودولة إسرائيل. نحن أيضا نطالب بالتطبيع لنحيا في منطقة مستقرة بقصد إنهاء الصراع ليعم السلام بما يجعل من دولة إسرائيل جزءا لا يتجزأ من إجمالي بانوراما منطقة الشرق الأوسط. فلا بد للعراق اليوم من تغيير سياسته، وبات أمرا ضروري ولا بد منه للسلام في المنطقة الاعتراف بإسرائيل كدولة صديقة. والعراق لن يتخلى عن الجميع، لن يتخلى عن الإسرائيلي كما لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني. وإن استمرار الخصومة مع أشقائنا وأبناء عمومتنا اليهود الذين لهم كل الحق في العيش في أرضهم، وجدنا أن هذه الخصومة تضرنا وتدمرنا.